أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة لحديث الصحافة، والبداية مع العناوين. الأزمات الشرق أوسطية في مرآة تطورات الحرب الأوكرانية. 5 لاجئين يعملون لدى مستشار أوميد أوزداغ. ومترجم سوري منسي يحاول الانتحار بعد تأخر الرد على طلب لجوئه في المملكة المتحدة. أهلا بكم، نبدأ هذه الجولة من صحيفة العربي الجديد. نشرت الصحيفة مقالا تحدثت فيه عن انعكاسات الحرب الأوكرانية على قرارات القوى الإقليمية في منطقتنا العربية وتحديدا في سوريا. أشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تتصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا وأن تستمر لفترة وصفتها بالطويلة، ما سيؤثر وبشكل كبير على المشهد العام في سوريا. ماذا إن طالت الحرب الروسية على أوكرانيا؟ كيف ستكون نتائج هذه الحرب من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية على حليف روسيا في دمشق؟ مخاوف بدأت تدور في رأس بشار الأسد، فلا أحد يذكر دور روسيا المحوري في بقاء نظامه قائما حتى الآن من خلال تقديم الدعم له، سواء كان اقتصاديا أو عسكريا. تقرير أعده مركز جسور للدراسات لخص فيه عددا من آثار الحرب الروسية الأوكرانية على سوريا، وربما تكون فاتورة الغذاء الأثر الأبرز بالنسبة لمن يعيش في مناطق سيطرة النظام. ورغم أن الأسد سيحصل على ما يلزمه من تراخيص لاستيراد الحبوب من روسيا، إلا أنه سيدفع ثمنها تبعا لسعرها عالميا، ما يعني ارتفاعا في سعرها محليا. يضاف إلى ذلك توقعات بانخفاض الإنفاق على الجانب الإنساني من قبل المنظمات الروسية، وإن كانت لا تغطي إلا جزءا يسيرا من قطاع العمل الإنساني في مناطق سيطرة النظام. كما أن فرص نظام الأسد بالاقتراض من روسيا ستتضاءل، ما يعني إضعاف قدرته على تأمين احتياجاته من المواد الغذائية المستوردة بحسب ما ورد في تقرير مركز جسور للدراسات. زيارة متعددة لشخصيات ومسؤولين في نظام الأسد إلى إيران، آخرها كان زيارة بشار الأسد لطهران ولقاؤه المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية. زيارة أتت في سياق تعزيز العلاقات بين الطرفين تحسبا لانسحاب روسي كلي أو جزئي من سوريا. نتابع في ذات المقال مع العربي الجديد، والتي أوضحت أن الطريقة التي تدير بها واشنطن الصراع على الساحة الأوكرانية تظهر هذه الطريقة أنها ليست إزاء محاولة لمساعدة دولة حليفة، وإنما تعتبر طرفا بالصراع. أي واشنطن تعتبر نفسها طرفا في هذا الصراع. الصحيفة أضافت أن أمريكا قدمت حتى هذه اللحظة 8 مليارات دولار أمريكية بالإضافة إلى 3 أخرى قدمها حلفاء واشنطن الأوروبيين، كما قامت بتفعيل قانون الإعارة والتأجير الصادر قبيل الحرب العالمية الثانية، والذي يسمح لأوكرانيا بالاغتراف من مخازن السلاح الأمريكي بشكل مباشر. أشارت الصحيفة إلى أن كل من تركيا وإيران وإسرائيل ستتأثر بشكل مباشر بهذه الحرب. وقالت الصحيفة أيضا أن إيران لا تزال تربطها بروسيا علاقات وثيقة على الأقل بحكم عدائهما المشترك للولايات المتحدة الأمريكية، ولأن الاهتمام الإيراني في هذه المرحلة يبدو مركزا على مفاوضات شروط العودة الأمريكية إلى الاتفاق الخاص ببرنامجها النووي، فمن الطبيعي أن تتعامل إيران مع حرب أوكرانيا من منظور أو من منظور ما قد تتيحه من فرص. وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع يختلف بالنسبة لتركيا العضو في حلف الناتو، ورغم محاولاتها للاستقلال عن السياسة الأمريكية في أمور كثيرة كتقاربها مع روسيا وشرائها منظومة S-400 التي أغضبت الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذا النهج المستقل لا يمكنه الذهاب بعيدا،
فارتباطات أنقرة مع هذا الحلف عميقة جدا إلى الحد الذي يجعل الانفكاك من سياساته أمرا محفوفا بالمخاطر. ولذا يمكن القول إن إطالة أمد الأزمة الأوكرانية يعقد الخيارات المتاحة أمام السياسة الخارجية التركية ويدفعها تدريجيا للكشف عن انحيازها الواضح والعميق للمعسكر الغربي. هذا الأمر سينعكس بطريقة سلبية على المكانة الإقليمية لتركيا. نتابع في الصحيفة التي قالت إن المزق الإسرائيلي في الأزمة الأوكرانية يبدو أكثر وضوحا من نظيره التركي، فقد سمعت إسرائيل دوما سعت إسرائيل دوما لتوثيق علاقاتها بروسيا الاتحادية، وبعد قرار روسيا التدخل عسكريا في سوريا لدعم نظام الأسد ازدادت حاجة إسرائيل لتنسيق الأمني معها بهدف استمرار قدرتها على محاصرة ومنع انتشار النفوذ الإيراني في سوريا. لذا حين اندلعت الأزمة مع أوكرانيا حاولت إسرائيل تجنب إدانة روسيا، تظاهرت باتخاذ موقف محايد، ومن جهة أخرى فإن علاقتها الخاصة جدا بواشنطن تعد أقوى بكثير من علاقة الولايات المتحدة بأي دولة أخرى. لذا لم يكن غريبا أن ينكشف تدريجيا الموقف الإسرائيلي الحقيقي من الأزمة الأوكرانية، وأن يتضح اصطفاف إسرائيل الفعلي والكامل مع الموقف الأمريكي. هذا الأمر أدى إلى إغضاب روسيا، وهو ما عكسته تصريحات وزير الخارجية الروسي لافروف أخيرا عن علاقة زيلينسكي بالنازيين الجدد في أوكرانيا وعن أصول يهودية لهتلر. كاتب المقال خلص من هذا التحليل إلى أن إطالة أمد الأزمة الأوكرانية سيترتب عليها مزيد من الاستقطاب الدولي والإقليمي أيضا بين روسيا والقوى المؤيدة لها وبين الولايات المتحدة والقوى المؤيدة لها من جانب آخر. هذا الأمر سينعكس بالضرورة على طريقة إدارة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا أن إيران وحلفائها في المنطقة مرشحون للانخراط بشكل أكبر في المحور الروسي، وتركيا وإسرائيل ومن معها مرشحون للانخراط بشكل أكبر بالمقابل في المحور الأمريكي. من شأن هذا الاستقطاب أن يعجل بانفجار صراع إقليمي واسع في المنطقة. للمزيد ينضم إلينا الأستاذ أحمد مظهر سعدو الكاتب الصحفي ضيفي من ولاية غازي عنتاب. أسعد الله أوقاتك أستاذ أحمد. يعني برأيكم هل سيتعزز دور القوى الإقليمية في المنطقة على حساب القوى الدولية؟ أنا أتحدث عن إيران، تركيا، إسرائيل، أم سيكون الأمر نتيجة أم سيكون الأمر بالعكس نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية؟ كل التحية لك وللمشاهدين جميعا. باعتقادي أن الحرب في أوكرانيا، الغزو الروسي لأوكرانيا، وهذا الوحل الذي يغرق فيه بوتين يوما إثر يوم، بالتأكيد سيترك انعكاساته وذيوله على المنطقة العربية والمنطقة الإقليمية برمتها، وهذا ما نلحظه خلال الآونة الأخيرة، لأن الدور الروسي الذي لعبه الاتحاد الروسي في سوريا خلال السنوات المنصرمة منذ دخوله إلى الواقع السوري وحتى الآن كان هو الفاعل الأكثر أهمية إن صح التعبير في الواقع الروسي دعما للنظام. وبالتأكيد اليوم بعد انخراطه في الوحل الأوكراني سوف يتراجع، وقد شهدنا تراجعات وانسحابات لبعض الجيش أو الميليشيا التابعة للروس خلال الجغرافيا السورية، وهذا مما أدى إلى إحلال بعض الميليشيات الإيرانية مكان الروس، طبعا بالتوافق والتفاهم مع دولة الملالي الإيرانية. لكن بتصوري أن ذلك أيضا سوف ينعكس بمجمله على الواقع في الشرق الأوسط عموما، لأن تركيا لها دور وهي دولة مهمة ومركزية في المنطقة، وبالتالي لها علاقات أيضا مع الأوكرانيين ومع الروس ومع الأمريكان كما قلتم في تقريركم. ولكن كيف يمكن لها أن توفق بين هذه العلاقات، من جانب مع الروس ولها مصالح معها في سوريا، ومن جانب آخر مع واشنطن وأيضا هنالك ملفات كثيرة ومصلحتها مع واشنطن بالنسبة للملف الأوكراني؟
نعم بكل تأكيد هذه المسألة ليست من السهولة بمكان، لكن السياسة التركية خلال السنوات الأخيرة استطاعت فعلا وبحنكة وروية أن تستطيع الخروج من هذا المأزق وأن تمتن العلاقة أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية والإدارات الأمريكية المتعاقبة، لأنها جزء مهم وأساسي ولا انفكاك منه في حلف الناتو، وهو والأمريكان والأوروبيين يدركون ذلك تماما ويدركون حجم تركيا في هذا المكان، لكن أيضا لها علاقات استقلالية إن صح التعبير خارج إطار الناتو، وهي تتوافق في كثير من التفاهمات مع الروس من خلال الوضع السوري وغير السوري أيضا في منطقة الإقليم بشكل عام، لذلك لا تخرج عن مصالحها، بل هي السياسة التركية تنتهج سياسة المصلحة الوطنية التركية بغض النظر عن مدى انزعاج أو عدم انزعاج الأمريكان، لكن باعتقاد الأمريكان يعرفون تماما أن الدولة التركية والسياسة التركية هي مستمرة في علاقتها مع الجوار ومع الإقليم، لكن في نفس الآن لا فكاكة ولا خروج منها ولا قدرة لها أن تخرج، وليس هم أيضا بوارد أن يستبعدوا الدولة التركية عن إطار الناتو، وهي كما قلت دولة مركزية ومهمة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد مظهر سعدو الكاتب الصحفي ضيفي من ولاية غازي عنتبة. شكرا لكم. مشاهدينا مستمرون معكم لكن بعد فاصل قصير، حيث نتابع بعد الفاصل. 5 لاجئين يعملون لدى مستشار أوميد أوزداغ. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في حديث الصحافة. كشف موقع عبر موتو التركي أن 5 لاجئين سوريين وأفغان يعملون في مصنع بيرام كازانجي. هذا الرجل هو رجل الأعمال التركي وكبير مساعدي رئيس حزب النصر المعارض في تركيا أوميت أوزداغ، الذي يتحدث دائما باستمرار عن بطالة المواطنين الأتراك بسبب السوريين، هؤلاء السوريون الذين يعني بسببهم تفشت البطالة وتدنت العملة التركية وإلى آخره من ادعاءات المعارضة المعروفة هنا في تركيا. قال الموقع إن أوزداغ الذي يحاول توسيع قاعدته الشعبية من خلال الادعاء بأن الأتراك يعانون من صعوبات اقتصادية جمة بسبب اللاجئين السوريين،
أثبت أنه ليس لديهم مبادئ للتحدث ضد مستشاره الذي يشغل أو يستغل إن صح التعبير اللاجئين السوريين. وأوضح التقرير أن أوزداغ يحاول كسب تأييد شعبي والدخول في الانتخابات من خلال اللعب على وتر التحريض ضد اللاجئين. التقرير وصف أوزداغ بالمحرض والعنصري، يظهر هنا على الشاشة انظروا، وأيضا يعني هو أظهر موقفا منافقا تجاه اللاجئين السوريين من خلال مطالبته الدائمة بطردهم من البلاد، بينما يشغلهم مستشاره في مصنعه. ومن العنصرية ننتقل لصحيفة الجارديان البريطانية التي نشرت تقريرا عن محاولة مترجم سوري عمل مع الحكومة البريطانية والخوذ البيضاء محاولته الانتحار بعد قرابة عامين من انتظار اتخاذ قرار بشأن طلب لجوء خاص به قدمه بعد وصوله. وعلي وصل وهو اسم وهمي للشاب البريطاني أو الشاب السوري الذي ذهب إلى بريطانيا. وصل بتأشيرة عمل من الدرجة الثانية في ربيع عام 2020 وأقام بالقرب من ليفربول. طلب اللجوء في صيف عام 2020 وقد حصل على إذن العمل وما يزال يترجم للخوذ البيضاء من المملكة المتحدة. يقول إنه على الرغم من أن له الحق في العمل إلا أن القلق والخوف من رفض طلبه كان لهما تأثير كبير على صحته. ويعني هذا الأمر جعل الشاب السوري يعني أو وصل به إلى فقدان الشهية. نتحدث عن أمر نفسي، يعني الرجل خرج من معتقلات النظام، خرج من بلده مهجرا مرغما، وبالتالي ينتظر أن يحصل على اللجوء دون أي فائدة، فهو يشعر بالألم، الألام الجسدية يقول. وعند طلبه من موظف وزارة الداخلية البريطاني تحديد إطار زمني للبت في طلب اللجوء الخاص به، طلب منه كتابة ذلك وتقديمه عبر الطرق الرسمية، ما جعله يشعر بمزيد من الإحباط بسبب البيروقراطية. وما أدرك ما البيروقراطية في أوروبا. عندما اتصلت أو يقول عندما اتصلت بوزارة الداخلية لأخبرهم أنني أحاول إنهاء حياتي، يعني الرجل يقول لهم أنا أريد أن أنتحر، ماذا فعلوا؟ اتصلوا بالشرطة وأرسلوا لي سيارة إسعاف. لكن المشكلة أن هذه الأفكار لا تفارقني، يقول، وأشعر دائما وكأنني ملف منسي على الرفوف أو على مكتب ما. هذا ما قاله طبعا علي عن شعوره حيال قضيته. علي أضاف أيضا أن النظام اعتقله واعتقل والدته أيضا وحقق معهما قبل قرابة عامين، ما جعلهما أو ما جعله تخشى الاتصال به أي والدته خوفا من مراقبة مخابرات الأسد لاتصالاتها. الصحيفة نقلت عن متحدث باسم الوزارة وزارة الداخلية البريطانية قوله إن الحكومة ملتزمة بضمان النظر في طلبات اللجوء دون تأخير غير ضروري، لكنها تعطي الأولوية للحالات التي تشمل الأطفال وطالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم. إلى هنا تنتهي جولتنا في حديث الصحافة، على أمل اللقاء بكم مشاهدينا الكرام في الأسبوع المقبل. دمتم برعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.